جالك عميل عاوز يعمل إعلان ممول ومش عارف ومحتار تختار الجمهور المستهدف بتاعه، الفيديو ده هيكون مهم جدا ليك. في البداية حابب أقولك إن الفيديو ده برعاية منصة ينفع، منصة ينفع للكورسات مديانة برومو كود يحيى 23. أي حد من خلالنا هيشترك فيه أي كورس أو الاشتراك السنوي يكتب بس كود يحيى 23 قبل ما يشترك، وهياخد كل الكورسات من أي دولة في العالم بمبلغ بسيط جدا. تقدر دلوقتي تشترك على المنصة من خلال الفيزا بتاعتك أو من خلال فوري. يلا بينا نبدأ حلقتنا. أول حاجة هتحدد الباير بيرسونا، شخصية الشخص اللي هيشتري منك، العمر، الجنس، اهتماماته إيه، شغال فين أو بيدرس إيه، ايه التحديات اللي هتواجهه، والخدمة او المنتج بتاعك اللي انت هتقدمه له هيحلله المشكلة دي. خلينا نضرب دلوقتي مثال على الباير بيرسونا بشخصية مثلا اسمها احمد، عنده 22 سنة، خلاص خاطب، هيبدأ ان هو يتجوز، فمحتاج ان هو يشتري مثلا الاساس بتاع المنزل بتاعه. فكده يبقى احنا عندنا شخصية، عندنا عمر، عندنا حالته الاجتماعية، اهتماماته دلوقتي ان هو يشتري اساس منزلي، خلاص يبقى انا كده لو انا ببيع الاساس المنزلي يبقى انا استهدف الناس دي، يبقى كده انا كونت شخصية المشتري او الباير بيرسونا بتاعتي. تاني حاجة بقى وهي الماركت ريسيرش، وهي اننا نشوف المنتج بتاعي في السوق الناس بتستخدمه ازاي، نعمل بحث السوق موجود منه قد ايه. كنا عملنا فيديو عن الماركت ريسيرش قبل كده، ممكن ترجعوا تشوفوه في القناة او هسيبه لكم في البطاقات الموجودة فوق. تالت حاجة وهي المنافسين، لازم اعرف مين منافسيني في السوق، تحلل شغلهم، تشوف الكونتنت بتاعهم عامل ازاي على السوشيال ميديا، بينزلوا فيديوهات ولا بينزلوا ايه بالظبط، ايه الاعلانات اللي هم بيشغلوها دلوقتي، اسعارهم ايه، ايه المشاكل اللي بتواجههم مع العملاء، عشان تاخد انت كل الحاجات اللي انت طلعتها المعطيات دي وتبدأ ان انت تحلها في المنتج بتاعك، عشان بعد كده لما تيجي تنزل السوق تعرف تنافس بميزة عندك كويسة، سواء بقى المنتج بتاعك كويس، عندك خدمة ما بعد البيع، عندك طريقة شحن أفضل وأسرع. فأنت لما بتدرس السوق واحتياجات العملاء بتاعتك اللي احنا حددناها في الباير بيرسونا فوق، هتقدر توصل للعميل بشكل مرضي وبالتالي يتعامل معاك ويستفاد من الخدمة اللي انت بتقدمها ويركومند بقى يرشحك لناس تانية، لأن أهم حاجة تبيع لشخص والشخص ده يبيع لك لاتنين او تلاتة، فما تصرفش مصاريف كتير ويكون عندك ريكومنديشن، توصيات الناس توصيك لناس تانية، وبالتالي تكون مجموعة عملاء كبيرة جدا مش هتصرف مصاريف كتير. دي كده معلومات بسيطة عن ازاي تكون الجمهور المستهدف بتاعك، وازاي ان انت تنزل بميزة تنافسية للسوق لو انت براند جديد او لعميل جديد انت بتشتغله وعاوز ان هو يحقق مبيعات كويسة.